الأثري والباحث المصريات الأستاذ بسام الشماع، الذي يطل علينا في كل المناسبات التي نفخر بها أو نفخر فيها بمصرياتنا وانتمائنا للمصري القديم. أستاذ بسام صباح الخير، كل سنة طيب. صباح النور وجميع الأمة المصرية التي يعني تبهر العالم دائما وأبدا إن شاء الله. هذه الظاهرة التي كل يوم نبص على المصري القديم ونتعلم منه في وقت لم يكن متاحا كما هو متاح الآن. الحقيقة أنا عايز يعني أبدأ بتفجير مفاجأة فلكية مصرية قديمة قبل أن ندخل إلى الشروق الاحتراقي. هذه الظاهرة الجميلة، أقول إن في كثير من الكتابات قالوا أن دراسة الفلك عند المصر القديم جاءت بشكل كبير جدا، مثلا في الدولة القديمة أو الدولة الوسطى، يعني بنتكلم في 4500 سنة تقريبا. لكن المفاجأة تكمن في أن في السبعينيات من القرن الماضي تم اكتشاف مجموعة من الأحجار على شكل دائرة في 100 كيلو في مكان ما كانش ليه اسم على الخريطة، الصحراء الغربية المصرية العظيمة، مش بعيد قوي عن طريق العوينات، وهو 100 كيلو غرب أبو سنبل في النوبة العظيمة. هذه علشان السادة المستمعين يتخيلوا معايا، هذه الدائرة من الأحجار الصغيرة قطرها 4 متر، ورغم صغر هذا الاكتشاف من حيث الحجم، يعني هو ليس بهرم وليس بمسلة، ولكن أثر في تاريخ العالم ومصر القديمة، إذ إن احنا دلوقتي نستطيع في أريحية تاريخية جميلة أن نقول أن المصر القديم جدا، يعني في المصر القديم، وحنسمي بقى اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي ده المصر القديم جدا، علم العالم الوقت، علم العالم كيف تحسب الزمن. ازاي؟ ان هم لما درسوا الدائرة دي لقوا موضوع بشكل معين في هذه الدائرة، ووجدوا ان عندما شدوا خطوط بين الاحجار المختلفة وبعضها، وجدوا ان خط منها بيطلع بدرجة 70، لو قعدت تشد في الخط ده لغاية ما توصل للسماء تجد المكان بتاع شروق الشمس في اول يوم في فصل الصيف. طيب ده ايه؟ ده ايه اهميته؟ اولا التقويم، ثانيا اكتشفوا ان اول يوم في فصل الصيف هو اول يوم في فصل المطير، فصل الامطار، يعني المطر يجي في اول يوم في فصل الصيف في الوقت ده. لما بدأوا يدرسوا الزمن بتاع هذه الآلة، ما انت لازم هتسميها آلة بقى، خلاص الدائرة دي عبارة عن آداة وقت، اشبه بشكل كبير جدا بفكرة المزولة، واشبه بشكل كبير جدا بفكرة المينا بتاعت الساعة والبوصلة، كل ده مجتمعا كده مع بعضه أنتجه الجنوبي المصري العظيم. المفاجأة بقى إن بعض العلماء أرجع هذه الآلة إلى 4000 سنة، والآخر قال 7000 تقريبا، والآخر قال 12000. فلو صح كلام الفرقة الثالثة من الباحثين، ده معناها إن أنت قبل أن تبني الهرم وقبل أن توحد القطرين، واحتمالات هذا الافتراض واردة أستاذ بسام يعني. جدا يا فندم، أنت بتتكلم على علماء بس ده الطرح ده لم يطرح من قبل، يعني أنه المصري القديم بدأ الحياة من 12000 سنة. متخيل؟ ومتخيل حاجة تانية بقى بهذا الاكتشاف الفلكي العظيم، ان الحضاره اللي كنا لازم حسابين هسميها حضاره وهسميها ثقافه، الحضاره او الثقافه اللي كانت عايشه في الصحراء دي، اللي اعتمدت على فكره دراسه المطر. وليه درس المطر؟ لان انت في حته من اسخن الحتت في افريقيا، يعني من غير ميه تموت لو ما عندكش ابيار، وماجد هناك 3 ابيار، لكن لو الابيار دي جفت انت في خلال 2 3 تكون خلاص. فهذه الحضاره والثقافه التي درست الفلك، هنقول 7000، هنقول 12000 عام، ده معناها تغيير تام، وانا بؤكد الجملة دي مرة تانية لوزارة التعليم، تغيير تام لهذه العبارة التي ربينا عليها جميعا، الا وهي عبارة ان الحضارة المصرية قامت على ضوء نهر النيل. لا، ده انت بتتكلم بقى على ثقافة وحضارة 100 كيلو غرب ابو سنبل،
بعيدة عن نهر النيل. طب ده يفيدنا في حاجة؟ ده يخلي حضارتنا أعمق بحاجة؟ طبعا طبعا، ده يخلي حضرتك ظهرت، قفتك ظهرت، وعلمك ظهر، والفلك بتاعك ظهر بعيدا عن نهر النيل. وده معناها أصعب ان انت تستطيع ان انت تكون ثقافة في منطقة أصعب من منطقة جريان نهر النيل. وده يديك عمق وكفاءة أكتر للحضارة، لأن هو اكتشفوا في هذه المنطقة سموها نابتا بلايا، اكتشفوا في منطقة نابتا بلايا دي أن هناك بحيرة كانت تملأ بالمياه، فكانت الناس لازم تدرس فلكيا إمتى المطر جاي. دي المفاجأة الأولى قبل أن ندخل إلى الشروق الاحتراقي. فدي معناها تغيير تام يا سيدي، يا مستمعين العظام، يا مصريين، يا مسؤولين في التعليم، تام وعمق أكبر وكفاءة أعظم لحضرتنا. أما بالنسبة بقى لهذه الحادثة العظيمة الشروق الاحتراقي ودراسته عبر المسؤولين عندنا في الفلك، فأولا أنا بحيي كرجل لا يعمل في الحكومة، ولكني أحيي كما أنقد، فأنا أحيي هذه الدراسة، لأن ده معناها أن الفلكيين المصريين العظام يرجعوا مرة أخرى ليتبوأوا العروش بتاعة علم الفلك مرة تانية، وده اللي احنا بنحلم بيه، ان احنا نرجع تاني زي المصري القديم زي ما حضرتك تفضلت. الشروق الاحتراقي لنجم شهير جدا، هو ألمع نجم في السماء، ألمع نجم في السماء، أكتر نجم براق، أكتر نجم ممكن أشوفه بعينيك المجردة. وعلى فكرة لمعانه، لمعان النجم ده أنا هقولك عليه اللي له علاقة بالشروق الاحتراقي، لمعانه أكبر من لمعان الشمس. تخيل بقى النجم ده، احنا بنسميه في اللغة العربية الشعرة اليمانية، ويطلقوا عليه في اللاتينية سيريوس، ويطلقوا عليه صافس، ويطلقوا عليه النجم الكلبي، ويطلقوا عليه المصري القديم سبدت أو صدت. يبقى إذن المصري القديم عرفه، وهو عرفه لأن المصري القديم كان بيتميز كبني آدم، كبشر، كشخص، بأنه ملاحظ جيد جدا في لتحركات النجوم والقمر وأطواره زي ما حضرتك تفضلت، وعلى أطوار الشمس وإيه وتحركات النجوم. كان ذكي جدا في الموضوع ده، ودرسه على مدار سنين وسنين، حتى استطاع ان هو يكون هذا التقويم اللي مش هنقدر نقول عليه تقويم 100% صحيح، ولكنه تم تصحيحه عبر الزمن بايد المصريين وبايد غيرهم، حتى وصلنا الى التقويم اللي العالم كله بيشتغل بيه دلوقتي، وهو التقويم الجريجوري او التقويم الليلياني لو تحب، او التقويم السكندري كمان، يعني ما تزعلوش قوي، ما خرجتش بره مصر يعني، برضو كانت في الاسكندرية برضو. اختفاء نجم الشعرة اليمانية اللي هو سبدت او سبدت بالهيروغليفية، اختفاء هذا النجم لعدة دقائق، هي دي الظاهرة اللي حيذكروها اللي هو الشروق الاحتراقي ده. نجم الشعرة اليمانية لعدة دقائق، طب بيختفي فين طالما هو اكثر لمعانا واكثر بريقا في السماء؟ بيختفي خلف قرص الشمس. طيب ده يعمل ايه؟ ده يخلينا نفكر في ايه؟ ده يخلينا نفكر في ان المصري القديم لما ذاكر النجمة ديت، لكل عندنا نجمة الشعرة لها دورة ظاهرية كده بتبان، الدورة ديت المصري القديم حسبها حسب الظهور بتاعها والدورة بتاعتها قد ايه، وقال ان انا هحدد طول السنة على اساس طول المدة الزمنية للدورة الظاهرية بتاعت النجم الشعرة دي. يبقى نجم الشعرة اليمانية دي هو اللي لعب الدور الأهم في تحديد التقويم السنوي أو عدد أيام السنة أو عدد الزمن أو الفترة الزمنية بتاعت السنة، ده بالنسبة للمصري القديم. طيب نجمة سبدت أو هذه الظهور وهذه الظواهر الفلكية، طب حاجة بقى أهم كمان عند المصري القديم اللي هو إيه؟ اللي هو وصول الفيضان إلى منف وإلى الأراضي الشمالية المصر. أول ما النجم بيظهر ويعمل علاقة بوصول الفيضان، المصري راح محدد وصول الفيضان بأن الفيضان ده بيجي معاه مية وغريم وطين وخصوبة، يبقى الأرض سوف تبعث من جديد، ده من وجهة نظره، عن طريق الخصوبة بتاعت المية اللي جاية بتاعت الفيضان. طيب ده علاقته بالتقويم؟
قال لك زي ما الارض تبعث السنة كمان هتبعث. يبقى بداية العام الجديد هو اليوم بتاع النيو يير ده اللي هو احنا بنحتفل بيه في 31 ديسمبر او صباحية 1 يناير يعني من تقويمنا الحديث. لا، المصري القديم بقى عملوا بايه؟ عملوا بحالة من النشوة والسعادة والفرحة والتحضير والتجهيز لوصول، يعني زي ما الارض هتعيش من تاني انا كمان عندي سنة هتبدأ من جديد. ادي العلاقة الدينية الطقسية الفلكية الجغرافية اللي درست قديم ومزاجهم الاربعة كده مع بعضهم وطلع لنا النتاج العبقري ده. في نقطتين مهمين. اول حاجة، المصري القديم قسم الليل الى 36 مجموعة نجمية. هنتخيل ان احنا قدامنا ورقة كبيرة سودة وفيها 36 قائمة، 36 كل قائمة من دول قائمة مجموعة نجوم. كل مجموعة من المجاميع دي، من ال 36 مجموعة دي، بيجي لها وقت المصري القديم بيقول يعني بتصعد فوق الأفق في الفجر وتقعد لمدة 10 أيام. هو بيقول كده. طيب اضرب 36 في 10 يعملوا لنا كام؟ يعملوا لنا 3600 كام؟ لا 360. 360 10 في 36. تمام 360. كويس. ال 360 يوم دول هم اللي عملهم المصري القديم في الاول ايام السنه. طيب انت هتيجي تقول لي طب بس كده يا بسام الموضوع مش مظبوط، لان احنا عندنا في السنه كام يوم؟ 365 وربع. طيب الخمس ايام دول بقى اكتشفهم مع الوقت، عشان كده في الاول قلت لك التقويم ما ابتداش 100% بيبقى فيه اخطاء في الاصحاح مع الوقت. مع الوقت لقى الفصول بتتلخبط والايام بتتلخبط والفصول بتخش في بعضيها. فراح ضابط ده انه عمل ايه؟ عملها خمس ايام نسيء وعمل لهم عرض اللي هي ازيس ووسير اللي هو النسيء بمعنى الزياده زي ما هو موجود في ال الله احسن. فرع عامل هو لازم يعمل علاقه مع الطقس الديني، هو لازم يعمل لهم علاقه مع الطقس الديني ومع بتوع المعبد. فيروح عامل ايه؟ يقول لك الخمس ايام دول بتوع مين؟ بتوع وسير اللي هو الاسم الهيروغليفي الصحيح لأوزوريس، وسير يا وزاره التعليم، وسير، وبعدين إيسات اللي هو الاسم الهيروغليفي الصحيح لإيزيس اليوناني، الاسم اليوناني لإيسات، ونفتيس اللي هي اختهم، وسات اللي هو رب الصحراء دوت وبعد كده بقى شرير وبقى يقتل اخوه بقى في الاسطوره وكده. طيب دول اربعه، فاضل الخامس لان هم خمس ايام احنا قلنا. الخامس هو حر اللي هو حورس. فعمل العلاقه ما بين الخمس ايام دول والخمس ارباب اسطوريين دول. وبالتالي اكمل السنه ل 365 وكل اربع سنين هيزود يوم تبقى 366، وبالتالي الربع يوم بتاع كل سنه ده يظبط ربع في ربع في ربع في ربع، اربع تربع يساوي واحد، يبقى هزود يوم، يبقى كل اربع سنين اعمل السنه 366 يوم. عشان كده التقويم عندنا يا اما 365 يا 366. 365 يا ربع، يا اما بقى وتخش بعد كده بقى على السنه الطويله والسنه الكبيره والكلام ده كله. في بقى علامه استفهام يا استاذ حاتم انا الحقيقه بنبهر بيها الى يومنا هذا، راي المتواضع في تاريخ مصر في ال 34 سنه اللي فاتوا. مش عارف احلها لغايه دلوقتي. فلو يسمحوا علمائنا الاجلاء اللي بيدرسوا دلوقتي الشروق الاحتراقي وغيره يحلوا لنا المعضله دي لو تسمحوا. انا بقول لحضرتك انا شخصيا بقف امام هذا السؤال بمنتهى التواضع وانا مش عارف له حل. ايه بقى السؤال ده؟ المصري القديم كان عنده اداه اشبه باداه الاسترولاب لتحديد المواقع والنجوم والحاجات دي. طيب الاداه دي سماها مرخد بالهيروغليف. يعني ايه مرخد؟ يعني آلة المعرفة او آدافة. طيب تمام. كان بيستخدمها في ايه؟ في الدراسة هنا وكذا. جميل جدا. وكان المصري كتب في النصوص بتاعته ان هو عايز يبقى الملك، عايز يبقى بعد ما يسيب الدنيا دي يروح فين؟ يصعد للسماء وينضم الى مجموعة النجوم
ولكن مش النجوم العادية، لا ده الملك المصري القديم عايز يبقى واحد من النجوم الغير قابلة للتدمير. يبقى المصري القديم عرف ان في نجوم لا تدمر. طيب جميل، برضو ما عندناش مشكلة. ايه بقى المعضلة؟ المعضلة ان انا اكتشف لك ان في دراسة بتقول لك ان المصري القديم على رمز الدولة الوسطى، يعني انت بتتكلم في 2000 سنة تقريبا قبل الميلاد، يعني بتتكلم في 4000 تقريبا، خذ او اترك، من بضع سنين تعرف المصري على 5 كواكب ورسمهم كأرباب أسطوريين على قوارب بيبحروا عبر السماوات. ايه ال5 كواكب دي؟ كوكب اسمه حورس الذي يحدد الأرضين، ده اللي احنا بنسميه دلوقتي المشترى او المشتري، وكوكب اخر سموه حورس الاحمر وهو كوكب المريخ. وبالمناسبة كوكب المريخ اللي هو باللغة الإنجليزية مارس يسمى ويعلم للأطفال في مدارس الغرب الريد بلانت، أي الكوكب الأحمر. ليه؟ لأن أنت بعينك المجردة وأنت ماشي في الشارع ممكن تشوف هذا الكوكب في السماء لونه برتقاني محمر بالعين المجردة، حورس الأحمر. واتعرف على عطارد، واتعرف على فينوس اللي احنا بنسميه في العربي الزهرة وسماه رب النهار، واتعرف على زحل. طب يعني استاذ بسام، يعني الفكرة واضحة على عبقرية المصري القديم في هذه المسألة اللي هي محور اهتمام الدنيا دلوقتي، لكن انا عايز اسالك سؤال، ركز معايا في الاجابه الله يخليك. وحضرتك يعني بتنظر للحضاره المصريه كده، ما بيوقع يعني خاطر او يجمح بك الخيال انه المصري القديم كان له قوه خارقه او قوه فوق بشريه؟ يعني ما جالكش الحكايه ديت يعني وانت بتنظر للاحجار اللي بني بها الهرم، او انه يبقى متعايش مع فوق النجوم يعني فوق في السماء، يعني عارف ايه اللي بيجري في السماء وايه ما جالكش الخاطر ده؟ هتتعجب لو قلت لك الموضوع ده اتقال لي كام مره في محاضرات الغرب ومحاضرات امريكا ومحاضرات مصر، مع ان الغرب توجهه دائما توجه علمي خالص. السؤال اللي حضرتك بتساله ده احنا بنتساله او اتسالته من غربيين، شوف بقى مع رغم علمهم واو الى اخره بيجنحوا. لكن هتتعجب حضرتك لما اقول لك انه لم اتحرك قيد امله على درجة نصف درجة في الاعتقاد ان المصري القديم كان ليس له علاقة بالفكر البشري، له علاقة بالفكر الخارجي او كذا. ليه؟ لان انا بعتقد في ان المخ المصري القديم استطاع ان هو يكتشف في اشياء في المخ بتاعه احنا قافلين البيبان بتاعتها. اذا علشان اقول زي ايه قافلين البيبان؟ زي ايه يعني؟ زي كل اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي ده. لما انت تتكلم على واحد من 12000 سنة عرف انت اول يوم الشمس بتيجي بالمطر، ده ايه؟ ده راجل قاعد يلاحظ، ده ما صحاش الصبح جه جات له مفاجأة، ده مش جون اوف سايد، ده مش حاجة هوب اتركرحت جاية جالك واحد قال لك يلا من بكرة المطر حين، لا ده واحد قاعد يذاكر مدة طويلة جدا وعمل حاجة بيسموها في الغرب يا استاذ حاتم الترايل اند ايرور، الخطأ والإصابة، المحاولة والخطأ. بالظبط كده، المحاولة والخطأ. هتقولي طب احنا رحنا فين من المصري القديم؟ هقول لك احنا قفلنا البوابات دي بايدينا، قفلنا بوابات العلم دي بايدينا، وانقذها مين بقى؟ انقذها عباقرة دولة الاسلام، وبعد كده رحنا احنا كمان قفلنها. يعني لما انا اقول لك كوبرنيك عالم الفلك الاشهر في العالم، كوبرنيك ده اشهر من جاليليو، يعني اقوى من جاليليو عند بعض القراءات، يعني هو وجاليليو يعني هم بعض المدارس الفلكية يعني الحديثة، يعني كوبرنيكوس ده ليه تماثيل، ده ليه تماثيل عند في اوروبا. فمين كوبرنيك؟ هو ابو علم الفلك في الغرب. لما تكتشف في اوائل السبعينيات، قيل 1920، في بولندا بالباء، بولندا هذا البلد الفقير في اوروبا، كويس، لما تكتشف أوراق
بتثبت ان كوبرنيك شف من ابن الشاطر، شف منه يعني اخد منه بالظبط علم الفلك من ابن الشاطر اللي هو عبقري من عباقرة دولة الاسلام. وتيجي انت دلوقتي تقول لي ان انت في علم الفلك مش نمرة واحد في العالم، يبقى انت قفلت دوارة كانت مفتوحة. لما اكلمك على البيروني وهو يصنع الاسترولاب الاسطواني، وخد بال حضرتك الاسترولاب ده اتقال عليه جملة اعجب من الخيال، قال انه الجهام منذ نشأته الاسترولاب في دراسة الفلك وغيرها حتى الكمبيوتر. يعني الاسترولاب قعد نمرة واحد في الاهمية لحد لما انت اخترعت الكمبيوتر في العالم. متخيل بقى اهمية هذا الاداة، هذه الاداة والبيروني قاعد يخترع في هذا الاسترولاب. هفاجئك مفاجأة تانية، عندنا عالمة استرولاب هي اسمها كده، اسمها مريم الاسترولابية، صحيح، وهي عالمة سيدة مسلمة ابوها كان استرولابي وتعلمت من باباها وورثت عنه هذا العلم وبقت مريم الاسترلابية. يعني كل هؤلاء كل الشخصيات دي انا بوابتها ليه؟ ما فتحناش ليه الدوكيمنت بتاعتها ووثائقها رغم وجود وثائقها عندنا؟ صحيح. وهذا الموضوع اللي عندنا نتحدث فيه ده واحد من مفردات عديدة جدا جدا من مناحي المعرفة لدى المصري القديم، اللي ما نفتح نافذة حتى نجد آفاقا رحبة تحتاج لتأمل ساعات بل أيام بل شهور بل سنين أحيانا حتى نأتي على بعض مما أتاحه العقلية المصرية القديمة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بسام شماع الذي يجعلنا ننظر بفخر كبير على تاريخنا وعلى آثارنا وعلى أبائنا وأجدادنا. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا لك.